بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كوحة وكساب سنية هاي خوفك يا عبصدة لقى عبصنا يو قيامها يا مالنت هولك أدق إين نقدم بي مالنت قيامه ومالن أدق ويان وإن نقدم بيساء ولدونا يقفك مسلم كاهي إنو ديار قروبه استمر كان أو كدور صدو مالنت قيامها دبتي لباتده تاغن أو عمل وناكسن أو كقبت بادو وكد دالو. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إلا يحل لي مركو يا ري ضدك قال يا إسلام: يا أيها الناس ضدوا اتقوا ربكم ربكم كبغضا إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قل قل شدا مالنت قيامه آد بأوينته: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد. وأما لنتا آد أركيسو يدو إلا ويسو متكستو وحنو تشينيسي وحيي نو تشينيسي وعي صوتو ريسو متكستو علوش وحكو سيدا وآد أركيسو ددكي ووضا وريرسن مني عبين وحلقو وريراء ما لنتا عذابك عليه أي آدوي ما لنتا قيام وما لنتا ويا وما لنتا متكستو وحنو تشينيسا oo ilmeheeda jacalayd ay ka dhaqaaqayso oo mid kasto caloosha wax ku sidaa ay tuurayso oo dadku ay wada wareersan yihiin wareerkaasina ma aha marka mid ay wax abeene cadaabka Ilaahay baa daran. Marka maalinta sala doonaya in laga diyaar garoobo Ilaahay wuxuu leeyahay: wa iyaya farhabuun aniga uun iga baqda aniga uun iga dhowrsada oo iga baqda inna batsha rabbika la shadiid qabashada rabbiga aad bay u darantay haadii aad bay u adag tahay iska ilaaliya. Wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alqura wa hiya adh-dhaalima إن أخذه أليم شديد. إلهي سبحانه وتعالى مكوصة ورمى أمضف ربضان أو هلاقي قوم النوح إلا لقسوا قارو فرعون أيو قبشاد ربقا واسدا مركو قبطو تد ميلكو نولو ظالمين إلهي قبشادي سنة أهد بأو ترانت مركاسك إلالية وي إلهي سبحانه وتعالى قبشادي سا إلهي سبحانه وتعالى عردي سا إسك إلالية وأما لنته قفوا لبقفك أوتشعلا وكعرري دونه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأما لنت وقفوا كعرريه وحكعرريه ولالكي وحكعرريه ويدي يا أبيه يا حاس كيسة يا أبت كيسة يكعرريه محالوك لياعية محاذوك عرريسة انتي كوحكتي. يوم يفر المرء من أخيه وولالكي ويا وأمه وأبيه والله بدي دليوي وصاحبته وبنيه وحك عري حاس كيسي وبت كيسي بك عري لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني قف كستوحة هايستا وحكو فلان سابت الله كلايا عيا وحوي قف والبرديب كو فلان با هايستا وحلي هاي انتي لغو قبصان لها عدلا وعرر بين العدلا ونكو بتباد دبو سليس وضد كان اهل كأه قف ولب حقي حقوق ايوكو لها تباد نمرك الضيعده حقي والدك يا حقي اوبتك يا حقي حاسك يا حقي اهلك تعدل مبادو عررسة وحوران سأنتي لو قبصن لها بلفها قاعد لعارسلو إن تكبت بادو ولا عرر بقف كورانية نفتها كوكاليفيسة. وأن عدي بن حاتم قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي وحر ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ربك يبال الله حد دون ليس بينه وبينه ترجمان إساقية إلهي عدو ترجمان سآني شرين قف ولبه ربك إساق الله حد لي أي سرتاك دونه فينظروا إيقيا أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وحيق يمدك تيسو وحصوهر مرصدين بو أركيا وينظر أشمل منه فلا يرى إلا ما قدم بدح ديسو إيقا يايو أركي ما يوحصوهر مرصدين موياني وينظر وحيق يا بين يديه هرتيسة فلا يرى إلا النار تلقى وجه وحركيا النار سوقا بلسن أيو حلقا وجه هديسنك أركيا فاتقوا النار ولو بشق تمرة إلهي كبغضا حبت مرة بحنتيدنا أكبغتيني متفقون عليه. وحول الله النبي عليه الصلاة والسلام ميد كستويد كم مده ما لنت قيامه ربي جيبو يسهر تاجية أو الله هضليا سقو عدو ترجمان سأني ترين يدو عدو لحي سأني ترين أي يسهر تاجية أو إلهي سقو عدو ترجمان سأني ترين وسؤالها وكل ذيك جوابي وحول أجيا مدكت وحول أرك يا عمل كيسي بيد حدو أجيا عمل كيسي هرتي سو أجيا النارتي هذا بالنار تا كبغضة حبت تمرة شيحيد آد كغا بغتهم ببحن تيدي وصدقات وحيالا إلهي لغا بغضو النار تلسكي حكسيو أي كمت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كاوحو أخري يومئذ تحدث أخبارها
آيات أسو أخري ثم قال وحول أتدرون ما أخبارها مياد قرانيسان أخبارتها للكم ما أنت وضع ورمي طونه مياد قرانيسان أخبارتها يوركا قال وحول الله ورسوله أعلم إلهي رسول كيسا قرانيه فإن أخبارها وحوي أن تشهد على كل عبد أو أمت بما عمل على ظهرها وإن للكم كمر خاتكعه أدون كستا إيا أدون كستا وحيائك دول سميسي تقول وحيورانيسا عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا وحد يقول سميسي عملك النوع أي النوع أها ماشي هلكا أي هلكا أهيد أيات قصة ميسي فهذه أخبارها ورركيدو تاوي ورركيدو تاوي أي ورميسا رواه ترمذي باوري وحديث حسن بوري حديث حسن أيو المركع علماء قارنة حديث كاوي تعيفية مركع حديث كاسوح تلمامية إن أرلضوا أي قف والبوحي وكد السمي أي شيء دونت وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي وحوله كيف أنعم وصاحب القرن قد انتقم قرن سيدين أرراح يستاه إساقو ملقي سورة أفوفاي وأفكا قليي سورة دي وأفوفاي يجيسكي وأفوفاي واستمع الإذن متى يؤمر في النفق فينفخ وحا أوسوغي إذنك مركا الأمر أيوه inu ku dhawaaqo oo dabeedna uu ku dhawaaqo amar um busugaya afuufo kaliya afku ku haya way fa kana dalika thaqula ala ashaabi rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam arigaas wuxuu ku adkaaday ashaabti nabiga kaleeyhi salaatu wasallam fa qaala lahum wuxuu ku yiri qulu wa hatra hasbunallahu wa ni'mal wakiil ilaahi subhanahu wa ta'ala ugu filan mid la tala saartana ilaahi ba ugu nimcabadan ka nabiga kaleeyhi salaatu wasallam xulee sidaan u nimcaysta iyada oo malagii afuufayay suurta ilaahi ba wuxuu nufikha fi suur suurtu taway waxa la afuufay suurti marka isagoo kii suurta afuufayay ba afka galiyay suurti waa afuufi lahaa oo uu sugaayo uu in la idmo xageen uu raaxaysta waa goorma waa 1442 ka hor ayuu nabigu kaleeyhi salaatu wasallam leeyahay maxaad umaleen maantana maanta miyaanay maantana ka sii dhaweyn oo aanu afkaba aanu dhawaaqay inuu soo dhawaanin ayuu soo dhawaaday wey وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سلك إلهي المغلبية للسقالة يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلات غرلا تتكوح على صوء الرورين دونا ما لنت قيامه إيقا أو كبلا أو قاون أو بلانشادو أي كتالو قلت وحن يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظروا بعضهم إلى بعض ميددك سود إيقا ينرق يدومر إيقا قاون قال وحن يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك أرنكو كويها إن يسكوها مودان ومعناها إن يسكوها أرنكو كويها وفي رواية واحد الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض أرنكو كويها إن يسكوها متفق عليه نبي قوله عليه الصلاة والسلام ما أنت قيامة ذاتك وعلى صوح حاضرين إياه إيقو قاون أو كوالا أو بلانشد عيكو تالو سيدكو صور أشياء إيقو هي قيامة لكينية marka caash waxa tii soo talay ciwaabo miyaan lays eegaynin wuxuu arrinku ka weeye caashay in lays eegayo iyo in laysku hamoodaba oo qofku uu xataa is ogaado inuu xidhan yahay in kale ilaa marka la istaadaawanayo waa mar la xaragoonayo nafis la yahay dhibaatada taala qofna qof eegi maayo waana Anas radiyallahu anhu qaal wuxuu khatabana rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam nabiga noo khutba akhriye khutbatan ma samictu mithlaha qad khutbadaana waligeey maqal faqaal wuxuu lahu تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا إن يرنوا قسل لهيدين إن فربضنوا أوي لهيدين فغضى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين متفق عليه نبقى عليه الصلاة والسلام خطبة بو آخرية آذو أذك وحور هداء وغان لهيدين وحن أغهي إن يرنوا قسل لهيدين إن فربضنوا أوي لهيدين تبدن الصحابة وشيطة دبولان يقو هوسو أويه وفي رواية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه وحكسو قاري شيء فخطب إن أرهن أي سميين أي النبي قال له شيئا تبدأ النبي عليه الصلاة والسلام خطبة بو أخرية وحول عرضت وحل أي بندقاي علي أنيق الجنة والنار جنة دي النار تبال الله أي بندقاي فلم أرك اليوم في الخير وشر ما أنت ما أرك خير كبدا أود جنة دي بان أركي شر كبدا ما أرك أود النار تبان أركي ولو تعلمون هدا أغان لهذين ما علموا حن أغاها إلا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا إن يرنوا قسل لهذا إن فربدنوا أوي لهذا فما أطاع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منهم مالين كقعدك صومي مرين غضوا رؤوسهم ولهم خنين وشيدوا دعية دبولين يقو هوسو أوي أي النبي عليه الصلاة والسلام وحاوليه وحالي تسيشن ندي يبرواقضة تالله
خير كبدن ما نرق نارتي بالي تشي يا كليل كيد يا عذاب كيد يا سيده تحي شر كبدن ما نرق هدبه هدا اوغان لهيدن وحن اوغهي وحيرنا واد قص لهيد انفر بدن وا اويل هيد وهذا النوي وي معناه وحويا وحم اوغدين ويا مركا دداله وي وحيد كدنبيس دبتا دباتداسا دنبيس ما انت ولا ليال سيدن كنول هي ودين كاركيا خيالين اسكا نول هي يا وحي نغا دنبيه مالن ولبا قف اهلكينا اينو اسينو oo aynu leenahay jannada Ilaahay ha geeyo sidoo jannadu meel cid la iska taalo bal cid u shaqeysanaysan aanay jirin walaalayaal dhibta iyo dhibaatadaas ay naga damisay inuu dadaalno Ilaahay subhanahu wa ta'ala sida xaqahayna waafajiyo billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.